افراز استاذ اسالي. اهلا بيك يا عم رجب، قول لنا عايز تسال على ايه؟ معايا والله انا 12 سبعة الحاله الصحيه ليا وللبيت كله والله يا استاذ انور. 12 سبعة؟ اه 12 سبعة مظبوط؟ اه 12 سبعة. طيب ماشي، الحاله الصحيه مش ولا بد. اه والله البيت الف سلامة عليك. الله يبارك فيك يا استاذ انور، شكرا. ماشي يا عم رجب، شكرا. الناس الطيبة جميلة. اه لا وهو متابعنا يعني من زمان، من اول ما هو بدأ هو فعلا من الناس الطيبين. هو برج سرطان طبعا، بس هو واخد من الاسد ده، وانا دايما كنت بقعد اقول ان الابراج المائية والنارية دايما عندها نجمها خفيف، يعني بتتأثر، يعني هو 50% إيحاء يعني. وسرطان في الراجل لما بيقعد يحكي عن حياته كتير، وهو واضح ان هو من الناس الطيبة اللي ممكن تقعد على سجيتها يتكلم يحكي، فدوت بيبقى مش حلو يعني. بالنسبة لبرجه كمان بالذات محتاج ان هو يسكت شوية او بطل يحكي عن نفسه كتير. طيبته الزايدة او ثقته في الناس الزايدة ده بيتعبه، وهو سرطان بوجه عام 90% من الألم والوجع اللي عنده الصحي ده بيبقى نفسي من الأشخاص اللي حواليه، يعني لحساسيته الزايدة. بس مش اكتر. طيب معانا رندا. الو. الو. ايوه ازيك يا رندا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. ايه لو سمحتي، انا مواليدي 1/12، كنت عايزة اعرف كل حاجة عن برجي. ماشي يا رند، شكرا ليكي. 1/12 القوس. برج القوس كنت اقدر اقول ان السنين اللي فاتت كان وحشة جدا، بس السنة دي ابتدوا النص التاني من السنة من بعد كده هو العيد الكبير مثلا، والدنيا ابتدت تظبط عندهم. حلو. عاطفيا وماديا، لان هم ابتدوا بعدوا عن ناس كتيره اللي انا كنت عماله نادي بقالي سنتين يا جماعه ابعدوا عن الناس اللي حواليكم عشان مقصرين عليكم. ابتدوا فعلا بالفعل ابتدوا يبعدوا عنهم، اوكي، وابتدوا قفلوا الدايره او بقوا يقابلوهم بمزاجهم، فده عمل بالنسبه لهم. لما بتركزي في نفسك ومفيش زحمه حواليكي مشغلاكي بتركزي في نفسك اكتر او اوضح، لكن لما بيكون عندك كذا حد شغلك بافكار تانية فده بيلهيكي عن انك تفكري في نفسك طول الوقت اللي انت كنت مقسماه عليكي وعلى غيرك. فالفتره ديت هم ابتدوا قاعدين في الخن، قاعدين بعيد عن الناس، بيعيدوا حساباتهم. هم مش بيعيدوا حساباتهم، ده علاج. لان انت ممكن غصبا عنك تيجي تقابليني وانا اديكي طاقه سلبيه لمجرد ان انت نازله تخرجي. اوكي. هم قفلوا على نفسهم خالص. قفلوا على نفسهم، فابتدوا هم اذكياء. وست الكوز ديت من الابراج الكويسه اللي دايما بيبقى هي باكج جواها في محتوى كتير قوي، بس هي مش عارفه ترتب اوراقها. الفتره دي عندها حلوه جدا عاطفيا، حلوه جدا عمليا، لان الكوس وخصوصا بنات الكوس عندهم انتقال عمليا من مكان لمكان او عقد جديد هتمضيه. عاطفيا داخل في حياتها اكتر من حد، بقول لها اختاري كويس لان انت عندك خطوه ايجابيه هتحصل لك الفتره الجايه. طيب حلو، احنا كنا وقفنا عند الاسد. ايه بقى؟ الأسد الفترة ديت عنده فكر جديد أو بيفكر في حاجة جديدة يعملها أو بيرتب أوراقه، بس يخلي باله من الناس اللي حواليه لأن هو دايما بيحصل له مكايد.